في فيديو النهاردة هنتكلم عن نجمة مسرح مصر ويزو، وهنكشف ليكم معلومات وأسرار كتير عنها. كمان هنعرض ليكم صور ليها بعد ما عملت المستحيل، بعد الرجيم وعمليات التجميل. بتعود ويزو بعد غياب بشكل هيصدمك. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. ويزو اسمها الحقيقي دينا محسن، وهي من مواليد القاهرة منطقة عين شمس. اتخرجت دينا من كلية التربية جامعة عين شمس، واشتغلت فترة مدرسة كيمياء في مدرسة ثانوي بنين. كانت بدايتها الفنية على المسرح، وده من خلال مشاركتها في بعض المسرحيات زي مسرحية بولوتيكا ومسرحية صالون مدام إيمان. حققت ويزو شهرة كبيرة بعد ما اشتغلت في مسرحيات تياترو مصر اللي اتحولت بعد كده لمسرح مصر مع الفنان أشرف عبد الباقي وعلي ربيع وحمدي المرغني. بعد كده شاركت ويزو في بعض الأفلام زي فيلم جواز أميري وفيلم جيران السعد. وعن السبب في تسميتها بويزو، قالت إن أصحابها في المرحلة الإعدادية هما اللي سموها ويزو بسبب حبها الكبير للانشون ويزو. وبالنسبة لحياتها الشخصية، فويزو متجوزة من شريف محسن، وكان جوازهم بعد علاقة عاطفية وقصة حب طويلة جمعتهم ببعض، وعندهم دلوقتي طفل اسمه إسماعيل. ورغم إن الفنانة ويزو اشتهرت بوزنها الزايد، ووزنها كان هو السبب الرئيسي في الشهرة الكبيرة اللي حققتها، ورغم إنها قالت قبل كده في أكتر من لقاء ليها إن ما عندهاش أي نية إنها تتخلص من وزنها ده، وما عندهاش أي استعداد إنها تحرم نفسها من الأكل، إلا إن من فترة قليلة جدا انتشرت صور جديدة لويزو بعد فترة غياب، وتفاجئ الجمهور بصورها الجديدة اللي واضح منها إنها خست وخسرت جزء من وزنها. صحيح إنها ما خستش كتير، لكن دي تعتبر بداية كويسة. وجت تعليقات كتير من الجمهور على صور ويزو الجديدة، منهم اللي قال واضح إنك عملت رجيم، وتعليق تاني قال مش رجيم بس، ده كمان شكلك بقى أجمل، أكيد عملت عمليات تجميل كمان. وتعليق تالت قال أنت عملت رجيم فعلا ولا ده بسبب إجهاد في الشغل؟ على كل حال وبشكل عام، نالت صور ويزو الجديدة إعجاب الجمهور جدا، اللي توقع ليها إنها لو فعلا بتعمل رجيم وقدرت إنها تخس جامد هيبقى شكلها أجمل بكتير عن الأول. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا ما خلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.